السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن وظائف للمدرسين الرجال. إحدى المدارس الدولية في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض تطلب مدرسين للعمل بها العام القادم 2022-2023. نستعرض المواد المطلوبة للعمل في هذه المدرسة الدولية وأهم مميزات هذه المدرسة والرواتب وغيرها من الأشياء المطلوبة. أولا للمرحلة الابتدائية مطلوب معلمين إنجليزية. للمرحلة الابتدائية والإعدادية مطلوب معلمين لغة إنجليزية، الخبرة لا تقل عن 2 سنين في المدارس الدولية أو مدارس اللغات. يبقى اللي يقدم لازم يكون عنده خبرة في المدارس الدولية أو المدارس اللغات الكبيرة لا تقل عن 2 سنين الخبرة دي. يفضل حاصلين على الإلتس وينطق الإنجليزية بشكل ممتاز، والسن لا يزيد عن 40 سنة، والراتب يبدأ من 4000 ريال. وإن شاء الله المقابل هتكون يوم السبت 23 يوليو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 مساء. معلمين ماس للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية طبعا الخبرة لا تقل عن 2 سنين في تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية في المدارس الدولية أو مدارس اللغات الكبرى، ويفضل حاصلين على الالتف وانطق الإنجليزية بشكل ممتاز، والسن لا يزيد عن 40 سنة، والراتب يبدأ من 4000 ريال. الحاجة الثالثة والتخصص المطلوب الثالث معلمين كمبيوتر، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المدارس الدولية أو مدارس اللغات الكبيرة، وينطق الإنجليزية بشكل ممتاز، السن لا يزيد عن 40 سنة، والراتب 3000 ريال. إذا كنت أنت أي تخصص ثاني غير التخصصات اللي تم ذكرها سابقا ممكن ترسل السيرة الذاتية بتاعتك على الإيميل لموقع شركة الملتقى ng@الملتقى.com.eg، ولما يتوفر فرصة للتخصص بتاعك إن شاء الله هيبعتوا لك على الإيميل. بالنسبة للرواتب في هذه المدرسة، عام دراسي بالإضافة إلى شهر مكافأة. عام دراسي يعني ليست عام كامل، يعني ليست 12 سنة، عام دراسي يعني عندما تنتهي المدرسة كده ينتهي الراتب بتاعك. يعني ممكن يكون العام الدراسي 8 شهور 9 شهور 10 شهور أول ما ينتهي الدراسة خلاص كده يبقى انتهى الراتب وفي شهر مكافأة. وتوفر مدرسة سكن للعزاب مؤسس والاستخدام من السنة الثانية، لو حبيت تستخدم يكون من السنة الثانية مش الأولى، وبدل السكن عند استخدام 12000 ريال، وبدوك 12000 ريال اذا جبت استخدام للعائلة، وبدوك خصم 50% اذا دخلت ابنائك اولادك المدرسة. وتوفر المدرسة التأشيرة والاقامة والتأمين الطبي والانتقالات كله على المدرسة، ودي اهم مميزات المدرسة. الحاجة الثانية وانت رايح ان شاء الله يوم السبت 23 يوليو تاخد معك السيرة الذاتية، صورة من كل المؤهلات العلمية والتربوية الدورات والكورسات، صورة شهادة الخبرة إن وجدت، وصورة شخصية، صورة جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي. والمزيد من المعلومات والاتصال حول هذه الوظيفة أو غيرها من الوظائف الاتصال على شركة الملتقى بالتلفونات الموجودة على الشاشة دي، تلفون أرضي والباقي كلها تلفونات محمولة تتصل بيهم وتستفسر عن أي شيء إن شاء الله. إن شاء الله المقابلة هتكون يوم السبت يوم 23 يوليو بدءا من الساعة 10 صباحا إن شاء الله. المقابلات المباشرة يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 من 10 صباحا حتى الساعة 1 مساء بقرار شركة الملتقى للتوظيف بالخارج. العنوان بتاعها 60 شارع الطيران بعد التأمين الصحي، 60 شارع الطيران بعد التأمين الصحي في مدينة نصر القاهرة، الدور الثامن أمام مركز الأزهر للمؤتمرات. أقرب محطة مترو ليها محطة الاستاد، أقرب محطة مترو ليها محطة الاستاد، تقدر توصل عن طريق محطة المترو محطة الاستاد. عنوانها 60 شارع الطيران بعد التأمين الصحي. وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.